أصدرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تعليمة هامة للمتعاملين الاقتصاديين متعلقة بنشاطات استيراد وإنتاج المركبات. وأوضحت الوزارة في التعليمة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك، تعلم كافة وكلاء ومصنعي المركبات أنه لن تخضع عمليات استيراد المركبات الجديدة والمجموعات الفرعية واللواحق وقطع المستعملة في صناعة المركبات لشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أجاكس، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشاطات استيراد وإنتاج المركبات. وأضاف البيان أن عمليات التوطين البنكي لا تستلزم سوى شهادة ضبط صادرات عن المصالح المختصة للمديرية العامة لتنمية الصناعة. وأكدت التعليمة أنه يجب إيداع طلبات شهادات الضبط ابتداء من يوم الأحد 21 مايو 2023 على مستوى المديرية العامة للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. كما يجب أن تكون ملفات طلبات الشهادات الضبط مرفقة بالوثائق المذكورة في الملحق. واختتمت التعليمة: أي ملف غير كامل لا يقبل. سلام.